فضيلة الشيخ، البسملة في وسط الصورة، بعض الفقهاء رحمه الله قالوا أنها مستحبة، لأن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كل أمر زبان نبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم هو أقطع وأجزاء، فستدل بهذا الحديث، فهل هي مستحبة أو غير مشروعة؟ الصحيح أن البسملة إذا قرأ الإنسان من أثناء السورة لا تستحب، لأن الله قال في كتابه فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولم يأمر بسوى ذلك. فما دامت المسألة فيها نص خاص بأن المطلوب ممن أراد قراءة القرآن أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن هذا يخصص العام، وهو قوله كل أمر ذي بال لا يبدو فيه بسم الله فهو أبتر.